مع فضيلة الشيخ محمد بر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، من عظمة الإسلام أنه قدم للناس عقيدة، هذه العقيدة تعطي لهم تصوراً عن الحياة والكون والإنسان. والحياة في التصور الإسلامي هي محطة للآخرة، حياة إعداد لحياة أخرى. الحياة في عقيدتنا وفي تصورنا دار ابتلاء وليست بدار بقاء. الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل وابتلاء والآخرة دار تكريم وجزاء. ولهذا الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، وقد دل على ذلك الآيات الكثيرة من كتاب الله وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في القرآن العظيم: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. على بعض التفسيرات عند بعض أهل العلم لمن رد الضمير إلى من؟ ولذلك خلقهم للرحمة. فالله عز وجل خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليكرمنا، خلقنا ليتفضل علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. خلقنا الله عز وجل لنكون من سكان أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمؤمنين والمتقين الخاضعين لمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فرطنا أو إذا وقعنا في غفلة عن الله عز وجل، جاءت بوادر تربوية تنهضنا وتذكرنا بعظمة الله وبجلال الله وبواجبنا نحو الله سبحانه وتعالى. قالوا بالمثال يتضح المقال: لو وجدت ابنا لك قد فرط في دراسته، تكاسل في التحصيل وفي العلم، ربما تشتد عليه، تتعامل معه بقسوة ما، لا أتكلم عن العنف وإنما أتكلم عن وسيلة من وسائل التربية، قد تحرمه مثلا من الألعاب أو تحرمه من الخرجات الترفيهية، تفعل ذلك لمصلحته ومن أجل مستقبله، قد لا يعلم هذا. فإذا هذه الشدة جاءت لتقوم هذا الطفل الذي ابتعد عن العلم والتحصيل. فإذا نجح الطفل في دراسته وفي مستقبله فإنه يعلم فضل أبيه عليه، ولله المثل الأعلى. فالمؤمن الصادق هو الذي يعرف حكمة الله في المصائب وفي الابتلاء وفي حقيقة هذه الدنيا
المؤمن هو الذي يفهم عن الله، ومن هنا جاءت العقيدة وجاء التصور الإسلامي الذي يبين لك حقيقة الحياة وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان. فإذا الفائز العظيم هو الذي يصل عند الله عز وجل وقد غفرت ذنوبه، يعلم ذلك من هذه الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته ورسله لا قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلم يعطف بالواو ولم يقل والقدر خيره وشره، لا، الأمر يحتاج إلى إيمان، إلى يقظة، إلى فهم، إلى فقه عند الله عز وجل. هذا أعاد لفظ الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا قال بعض العلماء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، حكمة جليلة، ربما أعطاك فمنعك، أعطاك فكان المنع سببا أن يحجبك عن الله، كان المنع حجابا بينك وبين رحمة الله وفضل الله وكرمه وإحسانه ومعرفته، فكان حرمانا في الأصل. ربما أعطاك نعيم الدنيا فاشتغلت أو شغلت بالنعم عن الله عز وجل فمنعت عن نعيم الآخرة. ربما أعطاك إقبال الخلق ومنعت بالأنس من الملك الحق سبحانه وتعالى. أعطاك زهرة الدنيا ومنعت من زهرة الآخرة، فاشتغلت بالنعم عن المنعم واشتغلت بما أعطاك الله عز وجل عن المعطي، اشتغلت بالعطاء عن المعطي، فهو منع في الحقيقة وليس بعطاء، وربما منعك فأعطاك. قد يكون المنع عين العطاء، ربما منع عنك أمورا فكانت سببا في الإقبال على الله، ربما ابتلاك بمرض، بضيق في الرزق، فكان سببا أن تنتبه وأن ترجع وأن تدق باب الله عز وجل وأن تقف بين يديه فقيرا متذللا بين حضرته، وقد تصفت بصفات العبودية لله عز وجل، فكان المنع عين العطاء. وفي القرآن العظيم مظاهر جلة أو مظاهر عديدة تجل هذه الحقائق. ففي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وجدنا أن الله تعالى منعه بقدره وحكمته أن يكون بجوار أبيه وإخوته، منع في الظاهر، فكان المنع عين العطاء. ولولا هذا المنع لما كان سيدنا يوسف لما كان ملكا على مصر، ولا ما وصل إلى ما وصل إليه من الجاه والمكانة والقدر عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى، فكان المنع عين العطاء. كذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام منعت أمه من حق الأمومة، نعم منعت من ذلك، فكان المنع عين العطاء لها ولرضيعها، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمران ونهيان وبشارتان في آية واحدة كما قال أهل البيان، والمقام لا يسمح بالتفصيل. إذن أوحى الله عز وجل إلى أم موسى حقيقة أو إلهاما في خلاف بين علمائنا، إذا خفت على رضيعك من الأسباب فكلي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى رب الأسباب، فهو الذي يتكفل به. أمرها أن تلقيه في اليم في نهر النيل، ثم قال لا تخافي ولا تحزني، بشرها بعد ذلك بأن الله تعالى سيرده إليها وسيجعله من المرسلين. فإذا تنبهوا إلى هذه الحقائق وافهموا عن الله عز وجل
ولهذا نقرأ القرآن. لكن قبل ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فالتقطه آل فرعون. يا لحكمة الله، ويا لقدرة الله، ويا لعظمة الله سبحانه وتعالى. فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل، يستحيي نساءهم، هي تخاف على ابنها، على سيدنا موسى، على الرضيع. بعد ذلك يلتقطه آل فرعون. وهل كانت المسكينة تخشى إلا من فرعون ومن جنوده ومن آله وبطشه؟ هذا هو الوعد، هذه هي البشارة. إلا أن قدرة الله عز وجل تتحدى فرعون وجنوده، وتتحدى كل طاغية في كل زمان ومكان. قدرة الله سبحانه وتعالى. ماذا وقع؟ دخل سيدنا موسى إلى قصر فرعون، إلى عرينه، بل دخلت قدرة الله تعالى وتحدت قلب امرأة فرعون. وقالت امرأة فرعون ماذا قالت؟ ماذا وقع؟ تحركت العاطفة نحو سيدنا موسى. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لم يعلموا حقيقة ما سيقع بعدها، بمعنى أن سيدنا موسى حمي بالمحبة لا بالسلاح ولا بالجاه. ماذا عن أم موسى؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به أن تظهر الأمر. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، لا وعي فيه لا إدراك، لم تصبر لولا أن الله تعالى ثبت قلبها. وبعد ذلك حرم المراضع، وحرمنا عليه المراضع، حرم المراضع سبحانه، لم يقبل حليب النساء أو حليب النساء حتى يرجع الطفل إلى أمه. فأخذ آل فرعون يبحثون عن أسباب الحياة للرضيع بعدما كان يقتل الأطفال، يبحثون عن أسباب حياته. فهكذا ينبغي أن نفهم عن الله، وهكذا ينبغي أن نفهم المصائب التي يبتلي الله عز وجل بها عباد الله. الدنيا دار التواء وليست بدار استقامة. من عرف حقيقتها لا يفرح لرخاء ولا يحزن لشقاء. هو يعلم أنها لا تستقيم على أمر، هو يعلم أن الدنيا محطة للآخرة كما قررنا. فلهذا جعلها الله سبحانه وتعالى دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، جعل بلاء الدنيا سببا لعطاء الآخرة، وجعل عطاء الآخرة لبلاء الدنيا عوضا. وبشر الصابرين كما في القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما أن الله تعالى بشر الصابرين بالأجر العظيم بغير حساب، بغير حساب، بلا عد. لو أعطاك شيكا مساعدة كتب فيها مثلا مليونا مليونين وهكذا، لكن لو أعطاك آخر مثلا شيكا على بياض كما يقولون، قال املأ ما شئت من الأعداد ما شئت. هذا هو المقصود بغير حساب، بأن الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء لا حد له للصابرين الملتزمين بأمره ولمن رضي بقضائه. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا وصب ولا هم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر الله عز وجل من خطاياه. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، أمره كله خير،
فقال: عجب لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، انتبهوا. وقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون تكون فقط باللسان، وإنما يكون القلب راضيا بما قسمه الله عز وجل له. تقولها بلسانك وبكيانك ووجدانك: إن لله، نحن مملوكون عباد لله عز وجل، وسنرجع إلى الله، هذه الحقيقة، وإنا إليه راجعون. فإذا كان الأمر بيد الله، وإذا كان الأمر لله، فما ينبغي للعبد إلا أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لامرأة قد مر عليها بقبر في البخاري وهي تبكي لم ترضى بقضاء الله عز وجل، قال لها: اتقي الله واصبري، اتقي الله، راقبي الله، خافي الله عز وجل واصبري لقضائه. فهي لم تعرفه، قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، انت ما عرفتي شنو يتصب بي أنا، يعني بعد مني. هي لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لتواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها ذلك جاءت معتذرتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا قرر أهل العلم أن الصبر أنواع، وقسموا ذلك باعتبارات. ابن القيم رحمة الله عليه ألف في هذا، وتكلم عن صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. وأشير على وجه الاختصار إلى نوع آخر، إلى صبر مع الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. هناك صبر على الطاعة، أن تستيقظ مبكرا لصلاة الصبح، أو أن تستيقظ لقيام الليل، أن تترك الفراش، أن تترك النعيم من أجل القيام بين يدي الله ومن أجل أداء حق الله، هذا صبر على طاعة الله. أن تتوضأ في الجو البارد وأن تذهب إلى المسجد، صبر على طاعة الله. أن تصوم في الجو الحار، صبر على طاعة الله عز وجل. وهناك صبر عن المعصية، باستطاعتك أن تعصي الله تعالى لكن لا تفعل، خوفا من الله تعالى وتعظيما لقدره وشأنه سبحانه وتعالى. صبر على المعصية، نفسك طوقة إلى المعصية لكنك لا تفعل، لا تفعل ولو كنت منفردا خوفا من الله تعالى. الصبر عن المعصية، والصبر عند المصائب. المؤمن مبتلى، يبتلى في رزقه، في أبنائه، في أموره، في شؤونه كلها. فالمؤمن يصبر عند المصائب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة ذكرتها زوجه رضي الله عنها أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلفه خيرا منها. تقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شي واحد إلا ابتلى الله شي مصيبة عافاكم الله تيقول إن لله، حنا ديال الله وغادي نرجعوا الله، تيصبر. فهذا العبد هذا إذا قال هذا الكلام، قال: يا ربي بدل لي بعد المصيبة واحد الخير، سيدي ربي تيبدل لي خيرا. هذا اليقين الذي ينبغي أن يكون. هي نفسها قالت ذلك الكلام، ولكنها قالت في نفسها: وأي من المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي تبان لها الزوج ديالها هو الأفضل. فالله تعالى شنو أعطاها؟ أعطاها زوجا، أعطاها زوجا خير من أبي سلمة، فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نكون على يقين وعلى صدق أن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين كي يرفع من درجاتهم ويطهرهم من الذنوب والسيئات. جعل الله عز وجل من الصابرين والطائعين والمؤمنين أتقياء، والله يقول الحق في السبيل، والحمد لله رب العالمين. Louange Allah, le seul, l'unique, et la paix et le salut sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, la grandeur de cette religion est qu'elle a établi une vision philosophique, croyance, une vision de l'univers, de la vie,
de l'homme. La vie où l'on se prépare pour une autre vie, c'est cette vision correcte que le croyant a de cette vie de préparation. Ainsi, l'ici-bas est une demeure d'épreuve, alors que l'au-delà est le lieu d'honneur. L'ici-bas, un lieu d'action, et l'au-delà, le lieu de rétribution. Dieu Tout-Puissant est miséricordieux. Il nous a créés et clément envers nous, il dit, « Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. » Il nous a créés pour être miséricordieux envers nous, pour qu'il nous donne de cette grâce pour que nous méritions un paradis aussi large que les cieux et la terre. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous oublions que nous manquions à nos devoirs ou que nous transgressions ces lois, de telles mesures disciplinaires sont pour nous rapprocher de lui, tout comme le Père qui se montre sévère envers son Fils au sujet de ses études, il est strict avec lui. Ainsi, si l'enfant réussit dans sa vie et vit une existence heureuse, il se rappellera des bienfaits de son Père. Chers musulmans, le meilleur qui puisse arriver dans la vie d'un croyant est qu'il comprenne la sagesse divine dans le malheur qui le touche. Le premier verset à ce propos, Dieu Tout-Puissant dit, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. إنما المتصابرون أجرهم بغير حساب. Des fois, on reçoit des chèques avec des montants précis, 100 000, 2 000, 3 000, etc. Mais quand on reçoit un chèque signé à blanc et qu'on l'on peut encaisser le montant quel qu'il soit, ceci le sens de sans compter. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Chers frères, chères sœurs, l'endurance est de trois catégories. Une endurance dans l'obéissance, une endurance vis-à-vis des péchés et une endurance par rapport à l'épreuve. Mais l'endurance lors du premier choc, le prophète, bénédiction et paix sur lui, en passant par une femme qui pleurait devant une tombe, lui dit « Crains Allah et sois patiente ». Ne le reconnaissant pas, il lui dit « Laisse-moi tranquille, tu ne connais pas mon malheur ». Mais quand elle se rendit compte de son identité, il lui dit « La patience doit être montrée au premier choc ». Chers frères, chers sœurs, dans Sourate Al-Baqara, la vache, « وَلَنَبْلُوَلَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ إِلَى آخِرِهِ « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira, celui pour lequel Dieu veut du bien, il l'éprouve. Umm Salama, l'épouse du prophète, bénédiction et paix sur lui, rapporta le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, comme disant, si un serviteur d'Allah qui souffre d'une calamité dit, nous appartenons à Allah et nous reviendrons vers lui, ou Allah récompense-moi pour mon affliction et donne-moi quelque chose de mieux que cela en échange de cela. Allah lui donnera une récompense pour l'affliction et lui donnera quelque chose de mieux que cela en échange. Il a dit au Umm Salama, radiallahu anha, quand Abu Salama est mort, j'ai prononcé ces mêmes mots comme le messager d'Allah m'a ordonné que la paix soit sur lui. Alors Allah m'a donné mieux que lui en échange, c'est-à-dire j'ai été prise pour femme du messager d'Allah, que la paix soit sur lui.
اللهم يسر امورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امورنا واقض حوائجنا. اللهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا. اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم رب الناس هذه الباس اشف انت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم نسالك من الخير ما سالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر الاستعاذة منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كل من سال الدعاء من قريب او من بعيد اللهم حقق رجاءه واستجب دعاءه وكن له وليا ونصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.